بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب هذا الشرف تلو وين سلامة دمانتين ومر والبعدون كأد كجوكتان وحن يدين كو سلامة يا سلامة إسلام كأقيمة هي شرف كلا إن شاء الله. السلام عليكم كسر دواء ذا مركلة كوكين وث حياة إيا وحصب أي إذين وضع ما شاء الله عو حربا إن أنا وحير إذين لو ذا لنك عن تكرس كون كصابري إن شاء الله وحصوبة يعني ذي وضع أو أنت كرسكي كدوان إن شاء الله ودنك النظافة أما إسكروح إنت ما دام العيد إسو دو ذهي إن شاء الله سو مركب وحن جعل أستي وحيابا أن استعماله إن أن إذن لشير قرية أما أن إذن لو ذاو بإذن الله هتي أتكهشان ودي سو شيك دونتان ويعني فائدة أتكدر إنتان كل يعني قوان استعماله أد أيان أغفي عنهي ما شاء الله سكين كيقو لقب صدي إن شاء الله وحرجينا يا أذيقنا إسكين كارينو لقب صندونو بإذن الله صامر خوا دور وحيابود أيان إذين وضع دادك درا إسكين كاه إيا دادك أول إسكين كاه إن شاء الله صامر كا حقا محاكو هيسان كوفي أما قحو أدبساد التقانيد إن شاء الله هدي آذان هيسان كفايان قحو دا عاديقا إيا قحو صومالي واد استعمالي كرتا بإذن الله انتنا عانا ايان كو هيسانا اي عانا اد هيساتيد واستعمالي كرتا انتنا ملب اما هاني هاد بساطو تقاند ان شاء الله سو ماركا قيب تهوري ايان كو دقالينا بإذن الله قيب تان قف والبا ايان مرسنكرو اما دراي سكين اهاو اما اويل سكين اهاو ان شاء الله وحكو يعني وحو سكين كاقا ديقايا لايتنين اما وايتنين وقسين ايان ان شاء الله وخو دلالين ايان madmadowgana uu kaa baabiinayaa insha allah iyo haaraha haddii aad haara ku leedahay dhabanada insha allah ku dadaal alaabtan waa ay kaa saaraysaa ama waa ay kaa baabiinaysaa biidnillah soo jirkana waxay kuu siinaysaa dhalaal iyo qurux maasha allah spot black spotkana way kaa baabiinaysaa ama finanka madmadow insha allah sidaa ila socda qaxwo ayaan halkan ku heysanaa qaxwada ayaan ka isticmaali doonaa wax yar ma isku badinaayo aniga kaliya ayaan rab inaan marsado hadda insha allah intaas ayaa igu filan ka badan kama isticmaalaayo waa qaanta hafkeeda insha allah waxaan ku darayaa wax yar oo caana ah biidnillah waana qasayaa sida ila socda ayra ayaan ku daraaya waxaan moodaa in ay rabbiye dhacday ama ay rabbiye biye ee noqotay insha allah alaaba kala jirka lagu dhaqan waan idin soo wadaa biidnillah haddii ilaahay yiraahdo oo lagu qabeesto insha allah oo natural ah sidaa ila socda oo wax kiimika ah inaba lahayn waxyaabaha kiimikada ah hal iska dhaafo insha allah waxyaabaha dabiiciga ha loo soo laabto ee jirkaagana ku qurxinaayo biidnillah nadaafadna ku siinaayo ama dhalaal iyo qurux intaba ku siinaayo biidnillah yar kala ayaan ku daray inshaallah wajiga ayaa la marinayaa qaxwadan waxay ku siinaysaa biidnillah lightning ayaa ku siinaysaa wajiga dhan nuur iyo cadaan biidnillah nadiifna way kaaga dhigaysaa madmadowga iyo haraqa iyo haaraha intaba way kaa saaraysaa ama way kaa biinaysaa soo tijaabi insha allah asxaabteeda sharafta leh waxyar malab ayaan ku darsanaynaa malabka sidaa ognahay aad ayuu u fiican yahay maasha allah keligiis haddii aa isticmaashid xitaa waxba kaama dhibaaya aad ayuu u wanaagsan yahay malabka maftari keligiis ayaaba isticmaala aniga marmarna timir ayaan ku darsadaa insha allah waxyar malab ayaan ku darayaa qaantada haafkeeda insha allah waxyar oo aan badneyn inta ayaan ku darayaa insha allah ayhob inaad aragtaan qaandada afkeeda hore
بإذن الله. انت عيان شكو قصايا كدبنا سيدي كريم كيو قلع يا وجهي عمر سانيسا ان شاء الله. 8 دقيقة اما شاني 8 دقيقة كدب وادسكا دقيصة اما وادسكا ميريسا بإذن الله. بدل عياد سكدري ميسا هدي أبتهاي تتكم مدمدوغا أما هارا أما هارا قوجيو كولا إن شاء الله صوت إجاب ربي هدو قدرو لايتين إنو يكسينا سيدا هورو أصو شيغي أما وايتين هد بساد التقاند بإذن الله. صامر كبارتي تو أيام قدر قلينا كان مركي أد مرسلتيد 15 منت أما 20 منت واد سكدا قيسا إن شاء الله أدي إنتي أد ربتيد أياد سكو هين كرتا وجيغا إن شاء الله. لكن مركي وكو قرالو واد اسكا دقيسا هلكا نوحان كو هيسانا تمر مركا اسكا دقيت ان شاء الله وحا مرسانيسا اما وحان انيقا مرصدو ايا نيدين شيغايا ان شاء الله. تمر تان واد تمر مالب اياد كو داريسا تمرتا بإذن الله مركا هورا سفيعان وجدو تمرتا ما ان شاء الله مركا صفت كو نقطو او اد بوديسد أياد مالب كوكو درسانيسا إن شاء الله. أصحاب تايدا تمرت أي مالب كنااد أي أوفي عن تهاي ما إن شاء الله أدي أد استعماشد أما يعني تجابسد ما إسكدا فكرتد ما إن شاء الله وجيقاقا دولا قبصدا قروحية وحوكو سينايا دلال فربدا إن شاء الله. سجن واسكو قصيصة بإذن الله في عن أي نص قصايا وإذن تصايا مكيا صو قصة إن شاء الله. أصحاب هذا شرف تلا تمرتي وانصو حشي وتناس في عن أي نص بذي أما أنا نص جبي إن شاء الله. تمرتي يا ملكي هذه وقت كجل عسان كرتا أنت هدي أدربتي هدي كل نصيدا نياتكم عسان كرتا بإذن الله. تمرتاني مالو كان اسكو دراي يادان وجيغا اد ايو غفيا عن تاي ما شاء الله وحي كاغا ديغيسا بعبع وجيغا عاتا دوكو يهي يعني وحي كاغا ديغيسا قف عيلان اما يعني وحي كاغا ديغيسا قف كورن وكرة بإذن الله ما دام فيتمينات ايكو دانتا هاي تمرتا ان شاء الله. سيدو الكلا مالبكا مالبكا يساقنا اد ايو غفيا عن يهي ما شاء الله صوت جابي إن شاء الله. وحن رجين دونا عم رجين عيا إن أتكه لدونتان ربي قاود له هدو قدره وحكي مكاء ماشي الميالة إن شاء الله. وحن ودم وحود الدبيعي أن وعن استعماله ديلي لايف كانوا استعماله إن شاء الله. مركز حاب تيدا ستيب تو وكنا بإذن الله ستيب ون ودو أها كوفيجي أما قحوه إن شاء الله. سيدا إيه الصعودة هذا وحن قد قلينا قيبتي صدحات ربي أبود له هدوء بلاضة بإذن الله. قلت صدحات وحان تدغنينا أما أي تهي إن شاء الله وكا إنت عنو دمر ستيد بإذن الله وعلاقتي أدسكاقا دقي لهات أما أدكو ميري لهات وجيقاقا إن شاء الله. حقا وحان كو هيسانا واسكراب اسكراب كنو عاس أو قشار كايان استعمالا عنيقا أدا يونو في عنيا هاي ما شاء الله. هدي أد لاسنته مد كلان وانقولة دردار ميا إن شاء الله. هدي أد يعني واحد استعمالي سيد وإن أد مربو واحد لدودوان أدا استعمالين هدي أد نوعا استعماشيد نوعا لاسن هدي أد كمالب استعماشيد كمالب كلاسن يعني أيو يعني مركي وحي يعني مركز استعماشيد هل نوعون كاستعمال إن شاء الله. لكن كل بميد هدي أد تتجابي سيد أما أد بروبي سيد يعني وجي قاقو حلقة يابا خلاف إنه كدعاء أما إثبتل إن شاء الله. صامر كهلك وحي يكون ناسبي أما يعني أكفى أكفى إيدي وجهك كلاسين إن شاء الله. أما لقبت بإذن الله هكا وحكوات إن شاء الله. كبين صامر ذو حيو بدنيهين قلب وحي يسكو تجابيان ما شاء الله. ضد كسكين كود اسكو بيد ما أهل وعيكل دوينيهين قاروة سنسيتيف سكين قاروة أويل سكين قاروة دراي سكين. صامر كهلك gabadha walaashaa ah hal wixii ee marsato maybe adiga hadii aad marsatid inaa yacni skinkaaga uu diido ayaa laga yaabaa. soo marka aad noqon weysaan isku skin insha allah. marka waxaan idinkula talinayaa halki shay aad isticmaashid
oo aad iska dareentid wajigaaga ama jirkaaga inuu naasibay halkaashay, yani halkaashay uun wad biidni illah kolba meel ubodboodka aan iska dhaafno. Waxaas maqaarka ayaa kaaga dhimanayo insha allah asxaabtayda. Marka asxaabtayda, aniga qajaarkan ayaan aad u isticmaalaa biidni illah, malabkana waan isticmaalaa. Malabka waa uu iga dhammaaday, labadaas aniga ma dhaafo biidni illah. Soo marka hadda wax yaroo iskaraab ah ayaan inta ku shubanaynaa biidni illah. Rabbi haduu qadaro waad iskaga dhaqaysaa. Markii aad marsatid timirta iyo malabka ama koofiga iyo malabkii, markii aad soo marsatid oo aad rabtid inaad iska dhaqdid ayaad ku dhaqaysaa alaabtan biidni illah. Marka hore waa marinaysaa koofigii ama timirtii, ayaad marinaysaa wajiga 20 daqiiqo ama ilaa 15 daqiiqo ayaad ku heynaysaa. Kadib biyo cad ayaad ku dhaqaysaa. Markaa biyo caddaa iskaga dhaqdid, kadib alaabtan yar ayaad samaysanaysaa insha allah, iyadana 10 daqiiqo ayaad wejiga ku haynaysaa. Kadibna waad iska dhaqi doontaa. Laakiin marka hore insha allah, haddii aad tahay oil skin, insha allah waxaad ku darsanaysaa liin, liin dhanaan yar ayaad ku ruujinaysaa qajaarka biidni illah. Haddii aad laakiin tahay dry skin ama dadka jirka qalalan, haddii aad tahay waxaad ku darsanaysaa wax yaroo malab ah ama coconut oil, hadba midkii aad haysatid markaa insha allah. Ama haddii kale waxaad ku darsan kartaa faseliin yar ayaad ku qaseysaa biidni illah. Faseliinta noocan ah ayaad ku qaseysaa. Rabbi haduu qadaro waa haddii uu jirkaaga qalalan yahay oo dry skin aad tahay insha allah. Aniga hadda wax yar malab ayaan ku qasayaa because jirkayga waa dry skin, oil skin ma ihi insha allah. Soo liinta ma isticmaali kari, jirka dry ayay kaaga dhigaysaa, inkastoo lightin ay iyadaba ku siinayso. Laakiin haddii aad adiga jirkaaga uu qalalan yahay waad ka dhaafaysaa liinta. Dadka jirkooda oilka ama saliidda uu leeyahay ayaa liinta marsan kara insha allah. Haddii aad rabtidna waa marsan kartaa, oo yacni aad ka rabtid inay dhalaal kusiiso ama cadaan insha allah, laakiin ha isku badinin, dhowr dhibcood ku darso insha allah. Aniga hadda laakiin malab yar ayaan ku darsanayaa, ma haysto coconut oil insha allah. Coconut oil haddii aadan malab ka haysanin, coconut oil ayaad ku darsan kartaa ama faseliin insha allah. Sidaa ila socda asxaabtayda, waad isku qaseysaa insha allah. Markaad isku qastid, malabkii iyo iskraabkii qajaarka ahaa wajiga ayaad marinaysaa. Markaad wajiga marisid, isagana 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaad ku heynaysaa. Rabbiga awooda leh hadduu ogolaado insha allah, isagana waad iska dhaqi doontaa. Marka u dambeyso waxaad iskaga dhaqaysaa face wash insha allah. Kan ayaa aniga isticmaalaa oo caanaha ah. I hope inaad si fiican uga ujeedaan ama aad u aragtaan insha allah. Adiga kii alla kii aad haysatid ayaad markaa isticmaali kartaa oo ku dhaqan kartaa insha allah. Soo marka asxaabteyda sharafta leh, intaa yar ayaan jeclaysta inaad inla sheer gareeyo oo aniga aan faa'iido badan ka helay iyo isbeddel insha allah. Sidaa ila socda asxaabteyda, mar walba waxaan jeclahay waxyaabo faa'iido leh oo aad u wanaagsan, healthina ah insha allah, oo dhibaato idinkaga imaanaynin in aan idinla sheer gareeyo ama aan idinla wadaago insha allah. Soo marka maadaama cidcidda soo dhowdahay, halis dhaqo, halis nadiifiya biidni illah. Nadaafadda ha lagu dadaalo yar iyo weyn insha allah. Alaabihii jirkana waan soo wadaa oo lagu qabaysanayay, rabbiga awooda leh hadduu qadaro. Marka caawa intan ayuu rabbi qadaray inaan idinla sheer gareeyo asxaabtayda qaaliga ah ee walaalahayga ah, darti ilaahayna aan ku walaalownay insha allah. Marka ciid mubaarig, ramadaan mubaarig ayaan idin leeyahay dhammaantiina, oo meel walbo adduunka aad ka joogtaan isku soo tijaabiya wixii faa'iido ahna ama yacni isbeddel aad ka dareentaanna meesha commentiga igu soo qora insha allah. Ducadana waa xaggiina insha allah, aan isku duceyno walaalaheena aanu duceyno mar walbo insha allah. Muslimiinta dhiban, masaakiinta, yatiinta insha allah, dhammaanba aan ku wada xasuusana ducooyinkeena. Rabbiga awooda leh hadduu qadaro intaan mar kale kulmayno asxaabteyda sharafta leh, waxaan idinku dhaafayaa salaanta islaamka ee sharafta leh biidni illah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Fii amaanillaah axbaabii.